يما الله يساعدك الشباب. تقدرون هاي اللافته مالت الحجيه؟ هذا اللافته يما هاي عندك انت؟ بس خل اخذ هذه لافته الحجيه اللي اثرت ان نطلعها من الشاشه. خذوها شباب وقولوا لي هاي على يما. هاي خليها انا سولف فيني يما. يما انا من يوم 25 اي من يوم 25 انا بالتحرير. انا ام عراقيه وناشد بهاي الناس المظلومه، هاي الشباب المظلومه اللي بالسجون، المؤبدات والاعدامات على شنهم؟ قابل باقوا مثل هاي العالم؟ قابل اكلوا مثل هاي الناس اللي اكلت؟ على لو على تعيين، لو على موبايل، لو على فالشغلات طايفه هالشهداء هالشباب هاي الحلوه مثل الورود، شلون هاي الشهداء انا اشوفهم مثل الورود؟ هم شباب خطيه بعز الورود، وسادس علم وخامس علم ليش؟ ليش خطيه واصلين للحلق؟ شنو ذنبهم؟ شنو ذنبهم معبدات؟ شنو اي شوف ذنبهم شنو؟ انهم هسه القضاء طلقوا نسوانهم، ليش هاي؟ هي هاي صايره؟ يعني هي هاي الجبر هاي مالت الحكومه؟ انهم هذا المدير النوب وعرسه والشباب نايمه بالسجن؟ ليش وعدتهم تنازلات؟ ليش ما ياسر عنده تنازل صار له سنتين ليش ما يطلعونه يمه؟ بس قل لي شنو على متعينات؟ تورطون ورا تعيينات، الله وكيلك ومحمد كفيلك. عدش معتقل؟ اي هم عده، هم عده وياهم معتقل. عده شهيد؟ عده ثلاث شهداء ولد اخويا وابن اخويا، ولد اخويا ثلاث شهداء بحشد الشعبي، وابن عمي بهاي مات قبل اخويا وابن عمي بذيك اللي قبل الشهداء ذيك مات. زين انت هذا صدام هذا ثلاثه خمس شهداء عندي. الوليد عليه افراج وما يطلعونه؟ عده تنازل هاي صار له سنتين وما يطلعونه. ما يطلعونه. وانا عده خمس شهداء. اخويا وابن عمه وثلاثه ولد اخويا بحجز الشعبي. زين. زين شنو ذنبي؟ وانا مقابله مع وقف هو هذا المعين مالتنا ومريض، مريض حتى من شاله مريض الصعب تنتين ونص. شنو ذنبنا؟ زين خبيستك منين؟ يا هل يصرف علي؟ انا والله انا هاي شفنا اهل مقرمه. ايه؟ وانا معيشه مع وقف ومعيشه روحي واودي مصرف للسجين. كفيلك الله وحق هذا اليوم، هذا اليوم شايفه؟ تشتغل لا حكومه ولا اصخام. كل شيء ماكو، كل احد ما حد التفت علي عقب بس رحمه الله. بس رحمة الله. يعني عندك معوق انت تعيش. اي والله عندي معوق. والسجين انت توديه. اي والله كفيلك الله. لا مرة ودت له ولا فلان ودت له، المرة تطلق القاضي وعرست وعتها ولد، هاي القضاة الزينة، هاي العتوم رحمهم والمحاميين الله يوفقهم ان شاء الله، قيامة طلقوها المرة وعرست، وهاي ظليت انا اردم على السجين وعلى المعوق. وهاي خلف الله علي احاكي القاضي يقول عمي شو اسوي غير هاي حكومتك؟ بعد ما نحكي انا يقول لي هاي حكومتك، هاي حكومه العباد اللي شو نسوي له؟ ايش سواهم؟ وصادق على الدعوه مالت العباد، صادق على الدعوه مالتهم. حطوا بدعوه لا بها لا عليها، بها خمسه دعوه، هو رابع اسم ابني، لا ابو دعوه ولا ابو اسقام ولا ابو عزه، شالوه هيك. على فلان قالوا هاي هي انتهت، هذا وياي بالتعيين، هو لا وياهم ولا اسقام عليهم. بعد شو تريد؟ زين على هاي السالفه. اقول لك شو ما انا مو ما اقدر ارد عليك لان انا استحي اسمعك. ايه بس انا هذا المنظر. ايه هاي هذا صار لي كفيلك العباس صار 4 سنين نايمه بساحه التحرير حتى ما لافيه بالبيت. انا اريد اقول شيء من شاله والولد اليوم انا بساحه التحرير. عبد الله زل لي زوم على بس ما حد عنده غير قاسم حلو. العيال ام عراقيه نايمه بالتحرير بالبرد كاتبني قوه روح للمعوق اخذ لها مصرف اعطيها وجه نام بالتحرير ان شاء الله عساهم مكانين وعسى ولا واحد من عندهم. انا ابي حوبه انا ابي حوبه انا اشكرك شو بس علاء اخذ لي جيب لي زوم هنا هاك عيني بس دقيقه واحده. شوفوا هاي الام العراقيه ايش لابسه؟ لابسه خوذه. اي والله ولابسه كمامه للماء طبيت. تدرون شنو؟ تدرون شنو بدايه لابن للماء بس اذا سمحت والله. اذا سمحتي لي يمه تدرون شنو معناها؟ معناها تخاف تقتلونها، تخاف تقتلونها. هذه الصوره اذا تنعرض بكل مكان من العالم كلهم مؤلمه. خليك هاي تدلل على انهزام انهزام اي واحد يقتل انهزام حقيقي امام بطوله هذه النساء، هذه ام يعقوب وهذا وطن يعقوب وهاي المراه وهاي اللي 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 شرفنا نفتخر بيه. مراه بهذا العمر لابسه خوذه ولابسه كمامه تخاف منكم ان تقتلوها بهذا؟ ليش؟ إش قد الله حاقد عليكم لعد ولو الله ما يحقد على واحد، لكن إش قد أعمالكم وصلت إلى السماء بحيث أنه الله سبحانه وتعالى أراد لكم نهاية بهذه الصورة.
وأراد لشعبا فخرا بهذه الصورة.